هذا الشعار الخمسمائة متر الأخيرة. وصل أيضا هنا ممثل المدام الدائم، وصل ممثل المدام الدائم ليقدم هذا الاسم مياس سعيد بن علي بن راشد بكليب، ولكن رعد 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 بدون أوامر. يلا يا السرعي، وصلنا جولة الأوامر النهائية. يلا يا علي، أشكرك أشكرك أشكرك. المتحدي المتحدي من يقدم أيضا المجسم، المجسم إلى زعبيل. زعبيل هنا أيضا تستقبل هذا المجسم مع رعد رعد دانينا والناموس. عيسى بن محمد بن يمع بن يبر المهيري المهيري هو من يفوز بهذا المجسم. دانينا والناموس بدون اي منافس، دانينا والناموس المركز الثاني. وصل مياس سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي المركز الثالث. من وصل ايضا ياتي خليفه سلطان بن رشيد السويدي. مع المركز الرابع، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع الذهب 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 الذهب، ولكن مياسة العود، وهنالك أيضا هملولة. ومياسة مع هذا القدوم، مع هذا القدوم، مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي، ولكن ذهيبة ذهيبة مع المركز الأول. الله الله الله، جبار سعيد بن خالد بن سعيد ألف هيدا المري مع المركز الرابع، ولكن الذهب الذهب مرتفع. العيار 23 ليس 22 وإنما 23. ما شاء الله، انطلق إلى الناموس. السيارة عطروها، دفنوها بالذهب، زعفروها وخلوها تجهز إلى العاصمة، إلى الغربية، إلى بغنام. سلام الذهب، سلام الهاملي، سلام التحديات، سلام الإثارة، سلام الإنجاز، سلام. ما شاء الله، انطلاقة راسية ووصول راسي ما شاء الله مع التحدي والإثارة. المركز الثاني، هنالك المركز الثاني، المركز الثاني التحدي مع الجبار سعيد بن خالد بن سعيد الفهيدة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، هنا المركز الثاني. بنت الباز يا بنت الباز، تعود الملكية. خالد بن سعيد بن محمد ألف هيدا المركز الثالث. الظبي شعار الممثل، يا سلام، مع المركز الثالث. ولكن هنا ظبي الفلا، رمز العطاء، غادرت للناموس، غادرت للانتصار. أسعد الله مساك يا رعصوغة العملاق العيناوي، غادر بالناموس للمرة الثانية. قدم لنا ظن بشوط الرئيسي الرمز، قدم لنا الظبي بهذا الشوط. الكل مشاهدينا الكرام، هنا فايز وانتصار مع مهرجان قصر الحصن. والمركز الثاني إن لم يكن راي آخر، هنا بنت الباز بنت الباز بنت الباز، والظبي الظبي بنت الباز بنت الباز بنت الباز بنت الباز. يا سلام يا سلام يا سلام، الظبي وبنت الباز يا أخوان. هنا الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة ما بين الظبي 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 الظبي. اسعد الله مساك العملاق العناوي، مشكور يا رعصوغة، تهانينا. في هذه اللحظات رهني عالي لسعيد بن حمد بن سعيد العامري. التحديات مثيرة، والتغيير التغيير التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. رهني الغزال انطلق بالمقدمة، انطلق بالصدارة، بدأ يزيد من سرعته في اللحظات الأخيرة. الغزال على الصدارة، ومبارك بن محمد بن نصر العامري. من ينطلق من ينطلق مع الغزال؟ قفل قفل على مجرياتها هذا الشوط. مبارك بن محمد بن نصر العامري ينتصر مع الغزال في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. سلوب سلام العين، سلام، تحية واحترام، تهانينا تهانينا لمبارك بن محمد بن نصر العامري. وسلام يا الخالدية، سلام مع الأداء المثير اللي قدمه الغزال. لحظات وصوله إلى خط نهاية الباصل مع المركز الثاني سيف بن سالم بن عبيد بن ظفير العامري المركز الثالث. وصل المري
بدأ يشكل الخطر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الزعيري وصلان، وأيضا هنالك المتواجد والمنطلق، ولكن أبناء الوثبة، الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل. طيار الوثبة يطير بهذا الناموس المميز، والسيارة من سويحان إلى الوثبة. الوثبة تحتضن هذا الناموس وشعار تألق منذ بداية الموسم، سلمت يمينك يا طيار الوثبة على هذا الأداء. يا سلام مختار بن أحمد، من يتابع هذا الانطلاق الكايد. عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل تعز محفوظ الخميس الجنيبي. المركز الثاني الوصول هنا مشاهدينا الاعزاء، مياس محمد بن احمد العكوي السلمي وصل بهذه اللحظات ال 500 متر الاخيره، الامتار المجنونه، وصل عاشق السلاله الشاهينيه لياتي مع الماجد. ايضا جار الله بن محمد الطالب، او هنا ايضا سمحه علي بن خليفه بن رشيد السويدي، ولكن الاسمرانيه على الصداره على المركز الاول، الاسمرانيه على الانتصار الاول، الاسمرانيه على الفوز والانتصار. هذه هي الاسمرانيه اللي رشحتها من البدايه، هي على الصداره، هي على المركز الاول. سالم السلطان بن غالب المنصوري يتواجد مع الاسمرانيه، تهانينا والناموس. سلام الغوالب، سلام على هذا الفوز والانتصار مع الاسمرانيه، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول. إذا مشاهدين الأعزاء، الأسمرانية على المركز الأول، المركز الثاني، الوصول بثاني المراكز. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هنا بهذا الاندفاع الكبير عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، اهالي منازف على المقدمة، ولكن المملكة 500 متر روح على المقدمة، روح بن زيتون على الصدارة. المجازف اي والله مجازف يا المجازف، روح بالسلام الى منازف، واللي للنواميس احلى عازف. سلام بن زيتون، سلام بن زعزعة هنالك بشعار المجازف. سلام المنازف، سلام العين، دار الخضرة والجمال، سلامي عليك يا ابو سعيد. هذا الفوز وهذا الاداء وهذا الشعار الذي دائما ما يقدم المستويات الكبيرة. المملكة على المركز الثاني، من قدمت مستوى كبيرا ورائعا ايضا على محمد بن نصر العامري، وصل رجل المفاجآت ليتقدم على المرتبة الثالثة، والواصل أيضا والمتحرك مداوي سالم بن حمد بن محمد المزروعي، ولكن الحرسوسي راح مع المركز الأول مع الصدارة. محمد بن مكتوم البادي الحرسوسي هو على الصدارة وهو على المقدمة مع شاهين الذي انفرد بالقيادة والريادة، انفرد بالسيارة والفوز والزعفران. والنقطة الثانية لهذه الشعار، والسيارة الثانية لهذا الشعار الذي بدأ على المقدمة في رصيد هذا القعود، سيارتين يضيف السيارة في هذا المساء الجميل. المركز الثاني السيف جابر بن صالح بن محمد النصرة، أما ثالث المراكز شان قادم بكل قوة، قدم ريبو
احياء، نشوف الرقص، نشوف الابداع من الجانب الاخر هناك، المنطلق اللي هو شاهين، يا سلام على عطيله، ولكن من الجانب الاخر وصل غازي علي بن سالم بن علي البريص المري، يا سلام غازي الرياضي، الرياضي غازي، غازي 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 غزا غازي، انطلق غازي الى الناموس، ولكن مشاغب ما يخليكم مشاغب مع المركز الثالث ناصر بن حيف سالم لمن الفوز، ثلاثه من التعداد راح عطيله من الجانب الايمن غازي، وايضا مشاغب 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 يا سلام وشاهين، ولكن هنا مشاغب مشاغب وشاهين، شاهين ومشاغب مشاغب، شاهين مشاغب 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 مشاغب، ناصر بن حيف ما زال مسيطر، شاهين يحاول، راح عطيله يحاول، ولكن مشاغب مشاغب شغب الجميع، انطلق للناموس، للفوز، للابداع، للانتصار، هذا الناموس مشاهدينا الكرام. ولكن ايضا التتويج ولحظات التتويج بالفوز والانتصار من خلال تواجد ايضا ظن لعوض بن مظفر بن خموشة العامري، هنا العملاق العناوي مظفر بن محمد بن خموشة العامري يظهر ايضا في المنصة الرئيسية، وسعيد بن مظفر بن محمد العامري وسالم بن الصغير العويسي مضمر ظن، وايضا مبارك بن مظفر بن خموشة العامري وسالم بن مظفر بن خموش العامري، هنا لحظات التتويج ايضا بمجسم قصر الحصن العملاق العناوي مالك، ايضا ايضا تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار عوض بن مظفر بن محمد بن خموش العامري، هنا العملاق العناوي يستلم برفقه سالم بن الصغير العويسي، تهانينا والناموس وايضا ابنائه هم ايضا من قدموا بالفوز والانتصار، سعيد بن مظفر وايضا سالم بن مظفر ومبارك بن مظفر، فتهانينا لهم والناموس. هنا ياتي دور تكريم شوط القعدان المفتوح فيفوز في رعد مشاهدينا الاعزاء، تهانينا لعيسى بن محمد بن يمع بن جبر المهيري، ايضا تهانينا للمتحدي سالم بن سعيد بن منانه هو ايضا من قدم هذا الاداء الكبير، تهانينا ايضا لعلي بن سعيد الزرعي، ايضا هنا سالم بن سعيد بن منانه من يقدم ايضا، هنا يتواصل سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن، هنا لحظات التتويج ايضا بمجسم قصر الحصن للجعدان الشوط المفتوح، هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام هذه لحظات التتويج، المتحدي سالم بن سعيد بن منانه وسعادة عبد الله بن مبارك المهيري وعلي بن سعيد الزرعي ايضا هو من قاد رعد الى خط النهائي في عمليه